Ausschreibung, Vergabe, Abrechnungen أو الـ Other Softwares، هما دول موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي هنتكلم عليهم وهنفهم إيه هما الـ Other Software، وهنفهم من خلالهم إزاي الـ 5D في ألمانيا بيتعمل. طيب إيه هو أصلا الـ 5D؟ الـ 5D هو البعد الخامس في البيم اللي من خلاله بنقدر نعمل Cost Estimation للمشروع بتاعنا. يعني مثلا لو عندنا مشروع صممناه بالبيم وطلع لنا بشكله 3D زي اللي قصادنا ده، ازاي احنا نقدر نعمل كوست استيميشن من خلال الموديل اللي احنا عملناه ده علشان نطلع ارقام وكوست استيميشن اقرب ما يكون للحقيقه واقرب ما يكون للي هيتنفذ. محدش يقدر يقول ان البيم بيطلع نتائج 100% صحيحه، لكنه اكثر الطرق دقه حتى الان نقدر نعمل بيها كوست استيميشن للمشروع. زمان لما كنا بنشتغل في ال 2D كان الطبيعي ان احنا بنعمل كوست استيميشن وبعدين نحط 20 30% قيمه زياده علشان نطلع القيمه الصحيحه. في البيم النسبه قلت من 20 ل 30% لرقم اقل كتير طبقا لجوده الموديل اللي معمول، فبقت الكوست استيميشن اللي احنا بنعملها في اول المشروع اقرب ما يكون للحقيقيه. علشان نفهم البيم 5D في المانيا لازم نفهم ايه هي الافا سوفت وير، وعلشان نفهم الافا سوفت وير لازم يبقى عندنا خلفيه ولو صغيره عن السوق الالماني وخاصه عن حاجه اسمها الهو اي والفاو او بي. بالنسبه لسؤال الحلقه اللي فاتت وهو ده اللي هنبدا بيه الحلقه بتاعتنا، ومن خلال اجابتنا للسؤال ده هنتعرف على البيم 5 دي في المانيا شكله عامل ازاي. انا احب اشكر باشمهندس كريم وباشمهندس صبري والباشمهندس محمد والباشمهندس محمد رمضان والباشمهندس حسام على اجاباتهم على السؤال بتاعنا. الإجابات تنوعت وكانت جميلة جدا بصراحة، لأن هي بتفتح موضوع مهم جدا وهو إيه هو الفرق ما بين البرامج. البرامج اللي انتوا ذكرتوها كانت سينكرو، نافيس ووركس، الاي 2، الفيكو اوفيس، النوفا بيم، الاوركا، الاسمبلي، الفيكتور ووركس، الاكي كاد والريفت. في ناس ممكن تتفق معانا او تختلف معانا انهي برنامج في دول بيعمل بيم 5 دي، هل الريفت بيعمل بيم 5 دي ولا لا، هل الاركي كاد والفيكتور ووركس، طب الاسمبلي، طب ايه الفرق بين النوفا بيم والنافيس ووركس في الفايف دي؟ النوفا بيم هو برنامج الماني، النافيس ووركس برنامج امريكاني. ده اللي هنشوفه دلوقتي، ايه الفرق ما بين البرامج. لو اعتبرنا ان البيم زيه زي السوشيال ميديا، عندنا ابلكيشنز كتيره وبرامج كتيره نقدر نعمل بيها سوشيال كوميونيكيشن مع الناس زي الفيسبوك والتويتر، اللينكد ان واليوتيوب. الفرق ما بين البرامج في السوشيال ميديا زيه زي الفرق ما بين البرامج في البيم، كلها بتعمل سوشيال ميديا بس بطرق مختلفة، في برامج أقوى في حاجة وبرامج أضعف في حاجة. اللينكد إن واليوتيوب الاتنين برامج سوشيال ميديا، اللينكد إن متخصص في البروفيشنال كونتاكتس أساسا، مع إن في إمكانية إن الواحد يعمل فيديوهات لكنه مش قوي في موضوع الفيديوهات، فيظهر برنامج منافس ليه في السوشيال ميديا اسمه اليوتيوب. اليوتيوب هو برنامج متخصص شغلته الأساسية فيديوز، هو البرنامج اللي بيفهم فيديوز كويس. اللينكد إن محدود في النقطة دي لكنه قوي جدا في البروفيشنال كونتاكتس. لو قسمنا البرنامجين دول وحطناهم كأنهم برامج بيم وقارناهم بالبيم، فاحنا ممكن نعتبر ان اللينكد إن هو برنامج بيعمل موديلينج، تمام، وبرضه من خلاله ممكن نعمل 5D، لكن ال 5D بتاعه ضعيف إلى حد ما. واليوتيوب هو البرنامج اللي بيعمل عندنا الـ 5D، هو متخصص في حاجة زيه كأنه في الفيديوهات، متخصص في الحاجة دي وبيعملها كويس جدا. لو قارنا ده بالسوفت ويرز اللي انتوا ذكرتوها هنقدر نقسمهم لجزئين، عندنا برنامج الاركيكاد والريفت والفيكتور ووركس، هم أساسا برامج موديلينج مش برامج 5D. هم ممكن يعملوا 5D لكن مش بالقوة اللي زي البرامج التانية اللي هي زي السينكرو والنافيس ووركس والفيكو والاسمبلي والاوركا والاي 2 والنوفا. البرامج دي معمولة اساسا لل 5D، فعشان كده هي قوية جدا في النقطة دي، غير الريفت والاركي كاد والفيكتور ووركس. احنا ممكن نعمل بيهم 5D لكن مش بالقوة بتاعت البرامج اللي معمولة مخصوص لل 5D، وده زيه زي ما قلنا زي الفرق ما بين اللينكد ان واليوتيوب. احنا موضوعنا النهاردة ان احنا بنتكلم عن الـ 5D، فالبرامج اللي هي مش قوية في الـ 5D وضعيفة شوية مش هنتكلم عنها النهاردة. في نقطة كمان مهمة بالنسبة لتصنيف البرامج، احنا هنعمل فيديو صغير بعد كده
تابع للفيديو ده علشان نوضح فيه الفرق ما بين البرامج المختلفة. بالنسبة للبرامج اللي انتوا قلتوها انا قسمتهم لجزئين، الجزء الاول هي برامج ال5D بس، والجزء الثاني هي برامج الألمانية اللي بتعمل 5D وحاجة اسمها الافا. الافا دي اللي هي الاوسشرايبونج فيرجابه والابريشنونج. احنا علشان نفهم الافا سوفت وير دي لازم نفهم الماركت بتاعنا اصلا عامل ازاي. في المانيا في حاجتين مهمين جدا، الحاجه الاولى اسمها الهو اي هونورار اوردنونج فور اركيتكتن اند انجينير، وهو ده القانون اللي على اساسه المعماري او الانشائي او الميكانيكا بياخد مرتبه طبقا للفيز اللي المشروع فيها. الحاجه الثانيه هي الفاو او بي، وهو ده الفرجابة والفتراكس اوردنونج فور باوشتيلن اللي هو البروكيورمنت اند كونتراكت ريجوليشن فور كونستراكشن ورك، وده اللي بيحدد العلاقة ما بين الأونر والكونتراكتور من خلال التندرينج والعقود. أي مشروع في ألمانيا بيتقسم لتسع فيزز مختلفة، وهي دي اللي بيحددها اللي هو إيه. كل فيز المعماري أو الإنشائي أو الميكانيكي بياخد جزء من فلوسه لما بيخلص الفيز ده. طيب هو ليه أصلاً اللي هو إيه اتعمل؟ اللي هو ايه اتعمل اساسا علشان يحمي المعماريين والمصممين الانشائي والميكانيك من ان هم ياخدوا مرتبات قليله. فاللي هو ايه بيحدد ان المينيمم فيز اللي الانشائي او المعماري او الميكانيكي هياخدها القيمه دي طبقا لنوع المشروع ومساحته، واساسا هي بتتحسب حسب تكلفه المشروع. يعني لو المشروع ده هيتكلف القيمه دي يبقى أقل أجر للإنشائي والمعماري والميكانيكا لازم ما يقلش عن القيمة دي. وهي دي قاعدة اللي هو إيه. إيه هما التسعة فيزز بتوع اللي هو إيه؟ الفيز الأول والتاني اللي هو جروند لاج أميتلون والفور بلانون، هما الاتنين دول اللي اسمهم الكونسبت ديزاين عندنا. بعد كده بنخش في الانتفوفس بلانون والجنيمجونس بلانون. الانتفوفس بلانون بيبقى عندنا ديتيلز اكتر في التصميم بتاعنا، والجنيميجونج هي التصريح اللي بناخده من البلدية او الحكومة علشان نبني المبنى بتاعنا. الفيز الخامسة هي الاوسفورونس بلانون، وهي دي اللي بنعمل فيها كل التصميمات بتاعة المشروع وكل التفاصيل الصغيرة بتاعة المشروع. بعد كده بنبدأ نحضر التندر بتاعتنا، نطلع البي او كيو ونعمل سبيسيفيكيشن سواء معماري او انشائي او ميكانيكا. التلاتة دول كل واحد بيعمل الفوربرايتونج ده فرجعب ان هما بيجهزوا السبيسيفيكيشنز والبي او كيو بتاعة المشروع. بعد كده بنخش على مرحلة ميتفاكونج باي دير فرجعب، وهي دي المرحلة اللي البي او كيو والتندر بتنزل السوق ونبدأ نستلم عروض من المقاولين علشان ينفذوا الشغل ده. اخر حاجة بعد ما الاونر بيختار المقاول اللي هيشتغل بنخش في مرحلة تنفيذ المشروع، وبعد كده المرحلة التاسعة هي دي مرحلة ان الاونر بيبقى معاه المشروع وبيعمل اوبريشن ومينتنانس للمبنى. ايه هي الفاو او بي؟ الفاو او بي بتبدأ تشتغل في المرحلة من الفيز الستة للفيز التامنة، اللي هي بنعمل فيها التندر، بندي التندر لمقاول، بنبدأ نعمل عقود مع المقاول ده علشان ينفذ لنا المرحلة التامنة. في المرحلة التامنة ربما يكون في مشاكل، في كليمز، في تأخير في المشروع أو ما إلى ذلك. كل ده اللي بيضبط العلاقة ما بين الأونر والمقاول هي الفاو أو بي. ده النظام المعمول بيه في ألمانيا. في أنظمة تانية في دول تانية زي السيا، وده المستخدم في سويسرا في الريبا، وأعتقد أغلب الناس منكم ممكن تكون عارفين الريبا. وفي الـ AIA وهو ده بتاع المعماريين في أمريكا. لو حد عايز يعرف أكتر عن الهو إيه أنصحه إن هو يشوف الفيديوهات بتاعت الباشمهندس أحمد عبد الوهاب، هيلاقيها على اليوتيوب، وأنا هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت علشان توصلوا ليها. إحنا دلوقتي فهمنا السوق في ألمانيا عامل إزاي. طيب إيه هي بقى الـ AVA software دي؟ الطبيعة عندنا في مصر وفي أغلب الدول العربية إن في مرحلة التندرينج والسبيسيفيكيشن بنعمل السبيسيفيكيشن والبي او كيو من خلال برامج زي الوورد والاكسل، بنحط الكميات بتاعتنا والسعر ونطلع ارقام في الاخر، هي دي اللي بنستخدمه في اغلب الدول العربيه. طيب في المانيا
السوق كان محتاج حاجة أقوى من الإكسل والوورد علشان يعمل عملية إدارة أفضل وأحسن لعملية التندرينج وكتابة السبيسيفيكيشنز وكمان حساب النهائي للمقاول. فظهرت حاجة اسمها الـ AVA أو الـ AVA Software. الـ AVA Software هي برامج بتستخدم أساساً لعمل الـ Specifications وعمل الـ Bill of Quantities وكمان لعمل Cost Control خلال المشروع على المقاولين والحساب النهائي. لما نشوف الثلاث كلمات الـ Ausschreibung وهي دي معناها الـ Specification والـ BOQ الفرجابة دي معناها الـ Tendering الابريشنو هي معناها الحساب وهي دي برامج الافا سوفت وير. المانيا فيها برامج كتيره جدا بتعمل الافا. انا شخصيا اشتغلت ببرنامجين منهم وهو الكوسوبا وبرنامج الاي 2 علشان اعمل الكوست استيميشن للمشاريع بتاعتنا وحتى المقارنه ما بين المقاولين. طيب احنا دلوقتي فهمنا السوق شغال ازاي، فهمنا ايه هي الافا سوفت وير. خلونا دلوقتي نشوف البيم 5 دي في المانيا عامل ازاي. زي ما قلنا البرامج الكتيرة جدا بتاعت الافا دي كانت منشأة من زمان قبل ما حاجة اسمها بيم اصلا تظهر. لما البيم بدأ يظهر بدأت الشركات دي تشوف ان احنا المفروض برضو نواكب التطور بتاع التكنولوجيا ونقدم خدمات للبيم. فلقوا ان الماركت بيحصلوا ديفلوبينج بسرعة جدا وهم كمان بدأوا يخشوا ان هم يقدموا خدمة الفايف دي اللي هي بتاعت الكوست استيميشن مربوطة بالموديل الـ 3D زي اللي احنا قلنا عليه في الاول. هنا كمان في نقطة هنتكلم عليها وهي الـ Dimensions المختلفة. خلال الاسابيع اللي فاتت جالي سؤال مهم جدا من البشمهندس محمد الفار بخصوص الـ BIM Dimensions. السؤال ده هنجاوب عليه في فيديو مخصوص ليه علاقة بالـ BIM Dimensions وايه هي. دلوقتي انا هوريكم البرنامجين اللي انا اشتغلت عليهم. احب اشكركم جميعا. لو حد عنده اي استفسار او حابب يتواصل معايا هيقدر يلاقيني على لينكد ان مصطفى جمال MEB Engineer and Certified BIM Professional، او لو حد حابب يشوف الحلقات اللي فاتت يقدر يلاقيها كلها على قناتي على اليوتيوب مصطفى جمال BIM Professional. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.